كيف شاهدت ميسي يا أستاذ هاني؟ لا ميسي عمل كل حاجة النهاردة. أنا طبعا حضرك من الصبح وسامع آراء الأساتذة الخبراء الكباتن اللي كانوا موجودين معاكي. فعلا ميسي هو الماتش النهاردة دي حقيقة. يعني بالرغم أن أنا يمكن متعاطف كنت شوية مع فرنسا، لكن لا الحقيقة هو الكرة بتيجي في رجله بتحس الدنيا بتختلف، بتفرق 180 درجة، سواء في الهجمة أو بيبطي حد يجيب جون أو هو يجيب جون. وبسم الله ما شاء الله في سنه ده قاعد يجري الماتش كله من أوله لآخره، هو بيجري قد مبابي اللي عنده 23 سنة، يعني فرق بينهم 15 سنة والله أو يعني 12 سنة. لا لا ميسي النهاردة عمل كل حاجة في الكورة، وربنا يمكن عشان كده كافئه، لأنه يعني أنا بتهيألي دي آخر كأس عالم هيلعبها، دي آخر كأس عالم يعني انه يشيل الكاس دي كبيره قوي في حياته، انه يختم حياته بانه يجيب كاس العالم للارجنتين، دي مكافاه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى. فهو لعيب الحقيقه يستاهل، هو مجتهد جدا وموهبه نادره يعني بصراحه. طبعا. بصراحه كلمني بقى عن الصوره اللي قلب الدنيا. قول لي بقى، بس ما كانش ينفع اسيبك في الكوره وانا عارفه. انا عايز افكرك يا لميس، انت فاكره لما الغنوه بتاعت لو سمحتوا الصوره نزلت وكلمتيني عملت معاكي مناخله؟ ايوه كنت لابس برضو بدله السوشيال ميديا. صح دايما انت صورك بتقلب الدنيا يا استاذ هاني، ربنا يخليك. قول لي بقى الصوره دي ايه، اكشف لنا النقاب. بصي هو يعني هي طبعا صوره مختلفه، فيها غموض الى حد ما. احنا حبينا نعمل شيء مختلف، وطبعا وانا عارف ان الشيء المختلف ده ممكن يعجب ناس ممكن ما يعجبش ناس، أنا متقبل طبعا كل الآراء وبحترم كل الآراء. يعني هي بس مقدمة بتلفت النظر لغنوة هتنزل في خلال اليومين اللي جايين،